مما يخص به الفضل في هذا الشهر الكريم قصد المساجد عموما، وأخص ويخص من ذلك المساجد الثلاثة الفاضلة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في الشهر رمضان كله من أوله وأوسطه وآخره، ثم كان آخر الأمر منه صلى الله عليه وسلم أن اعتكف في آخره، واعتكف معه أزواجه رضوان الله عليهن بعد ذلك. فالاعتكاف في هذا الشهر الكريم متأكد ولا شك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وكذا لزوم المساجد. فقد روى أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن أنيس الجهني عن أبي أنيس الجهني رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني إمام قومي بالبادية، فاذكر لي ليلة آتي فيها مسجدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيتي ليلة 21. فكان عبد الله بن أنيس رضي الله قال عبد الله بن أنيس: فكان أبي إذا أتى غروب تلك الليلة، أعني ليلة 21، ركب دابته ثم أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربط دابته عند باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المسجد ولم يخرج منه إلا عند طلوع الشمس. وهذا الحديث يدل على التأكد بلزوم المساجد في هذا الشهر الكريم، إما اعتكافا أو دون ذلك. وأخص منها المساجد الثلاثة لفضلها ومكانتها. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما صح عنه أنه كان هو وأصحابه إذا دخل عليهم شهر رمضان أكثر من لزوم المساجد، وقالوا: نحفظ صيامنا. ولزوم المرء المسجد له حالتان: قد يكون لزوم اعتكاف، والصحيح من قولي أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك أنه لا يصح اعتكاف دون يوم أو ليلة، لأن أقل ما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكافا أن سمى الليلة اعتكافا. ففي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فما سمى رضي الله عنه الاعتكاف إلا ليلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في المسجد ساعات طوال، وما سمي ذاك اللزوم اعتكافا مطلقا. إذن فأقل ما يسمى اعتكافا أن يكون يوما كاملا من طلوع الشمس إلى غروبها، أو ليلة كاملة كما فعل أنيس رضي الله عنه لزمه من غروب الشمس إلى طلوعها. وأما ما دون ذلك فإنه يسمى لزوما للمسجد ومكثا فيه، للمرء فيه أجر عظيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن المرء إذا صلى فمكث في مصلاه، وكلمة مصلاه تحتمل أمرين، أي البقعة التي صلى فيها أو مصلاه في المسجد الذي مكث فيه ولو تغير مكانه، فمكث في مصلاه فإن الملائكة تدعو له وتستغفر له ما دام في مصلاه. فدل ذلك على فضل لزوم المسجد في هذا الشهر الكريم.